الكلمه ديال الشعار ديال الاخوه الله يخليكم، خلينا نكملوا الكلمه. انا اقول على ان هذا الاحتجاج ديالنا او هذه المسيرات ديالنا هي مسيرات سلميه، هي مسيرات سلميه من اجل بالنسبه لنا كنقابه ديال الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل والنقابه الوطنيه للتعليم ملفين اننا تنديروا مسيرات وتنديروا هذا وحنا ناس مسؤولين، ما تتكونش حتى شي حاجه اللي يمكن تشوشر لا على السلطات ولا على الجماهير اللي تتكون واقفه ولا اللي تكون هذا، بينما تنديروا حنا هذه الحركات او هذا الاحتجاجيه ديالنا بطرق سلميه عاديه وتكونوا ملتزمين بالتنظيم ديالها على مستوى الخط اللي تتاخذوا، وهذه معروف على الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل لانها هي نقابه ديال الشعب، هي نقابه ديال المواطنين والمواطنات كاملين. وبالتالي اننا تنقولوا حنا سنبقى مستمرين في الدفاع على المدرسه العموميه وفي الدفاع على الشغيله التعليميه في جميع المطالب ديالها. ومن تقول الدفاع على المدرسه العموميه تقول انها تتعني الشعب المغربي كامل، لان هناك اراده لبيع هذه المدرسه العموميه وضرب حقوق ومكتسبات الشغيله التعليميه. اذا الاخوان حنا بالنسبه لنا جينا باش نجسدوا هذا الشكل، حنا جسدناه بهذا الشكل وكذلك جسدوا معنا السلطات المحليه تهما راه معنا لان تهما معنيين بالمدرسه العموميه. ونقول نحن الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل والنقابه الوطنيه للتعليم ندين هذا المنع الممنهج، وان الحلول الامنيه سوف لن تنحل المشاكل بل الاحتفال غيزيد وغيستمر، لان المساله تهم الخدمات الاجتماعيه ديال الشعب المغربي. وبالتالي سنكون اننا هذه الحكومه اللي تتاخذ على هذه الاشكال تنقول لها حل المشاكل ديال رجال التعليم، لان الان رجال ابناء وبنات المغرب ما قراوش لمده شهرين والامور هذا باستمرار. لذلك نطالب بحل المشاكل ديال الشغيله التعليميه، ونعود مره اخرى ونقول اننا ندين جميع هذه الاشكال ديال التضييق على الحركه النقابيه. الحركه النقابيه هي أنا أقول لك.